أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، هل معناه أنه منهم في الكفر الأكبر أو في الكفر الأصغر؟ يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول قوله من تشبه بقوم فهو منهم أقل ما يدل عليه تحريم التشبه، وإن كان ظاهره الكفر لكن أقل ما يدل عليه تحريم تشبه بهم. نعم.